أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا الليلة أجواء مغبرة، تتراوح الرؤية الأفقية في أغلب مناطق البلاد ما بين 1500 إلى 4000 متر. بدأت تتحسن مقارنة مع ساعات النهار، وذلك بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية أدت إلى تقريبا ترسب الغبار في أغلب مناطق البلاد. متوقع أن نستمر ويانا خلال ساعات النهار الأولى من يوم الغد، ومن ثم تبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي. أجواءنا حاليا في مدينة الكويت السماء غائمة جزئيا، الرياح مستمرة ويانا، رياح شمالية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 34، الرطوبة النسبية 13، الرؤية الأفقية متدنية 2.5 كيلو. تشير آخر تحديثات صور أقمار صناعية لتكون بعض السحب على أجزاء من شبه الجزيرة العربية، خاصة الأجزاء الشمالية وكذلك في مدينة الكويت في شمال البلاد. تستمر ريانا خلال الساعتين القادمة، ومن ثم تبدأ الأجواء تكون صافية. آخر تحديثات صور الخرائط السطحية تشير إلى تمركز المرتفع الجوي شمال شبه الجزيرة العربية، أدى لاستمرار الرياح الشمالية الغربية. بداية من نهار يوم الغد راح يكون هناك تأثير لمنخفضات جوية متفرقة على شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى تقلب الرياح وكذلك استمرار الرياح الشمالية الغربية خلال اليومين القادمين. أجواءنا الليلة بمشيئة الله أجواء غائمة جزئيا، استمرار في الغبار وفرص الغبار مستمرة ويانا الليلة إلى نهار الغد. متوقع أن تتراوح الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 6 كيلو، خاصة في المناطق الصحراوية متوقع أن تتدنى أقل من 3 كيلو. استمرار في الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، متراوح سرعتها من 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة في منتصف هذه الليلة متراوح ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية، كذلك الأجواء البحرية 32 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، متوقع أن يصل 25 درجة مئوية في الشقاية والسالمي، كذلك المناطق الساحلية متراوحة ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية. سحب متفرقة على بعض مناطق البلاد متوسطة مع عالية، استمرار في الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، متراوح سرعة الرياح ما بين 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة. متوقع أن يكون درجات الحرارة العظمى في غرب البلاد 37 درجة مئوية، شمالا في العبدلي 38، المناطق الساحلية بشكل عام متراوحة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. تستمر ويانا الرياح الشمالية الغربية في نهار الغد، قد تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلو متر في الساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة والمناطق الساحل الصحراوية من البلاد. فمع بداية دخول مساء يوم الغد راح نلاحظ أن هناك في انخفاض في سرعة الرياح، قد يصل إلى 10 كيلو متر في الساعة. تترسب الأتربة ويكون الجو إن شاء الله صافي في مساء يوم الغد، مع تكون بعض السحب المتفرقة على بعض مناطق البلاد. متراوح درجات الحرارة في مساء الغد ما بين 30 درجة مئوية إلى 32 في المناطق الساحلية، ولكن تستمر نشاط الرياح في المناطق البحرية خاصة المحادق الكويت الجنوبية، قد يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة إلى عالي الموج، متراوح ارتفاع الموج من 4 إلى 7 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل، ما ننصح بممارسة أي نشاط بحري خلال 24 ساعة القادمة، وذلك بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وكذلك نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد الأول الساعة 10:50 دقيقة صباحا، المد الثاني الساعة 12:20 دقيقة صباحا، الجزر الأول الساعة 5:10 صباحا، الجزر الثاني في تمام الساعة 6 مساء. أذان الفجر بمشيئة الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:19، موعد شروق الشمس 4:52، موعد أذان المغرب الساعة 6:38. أما بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، استمرار في الرياح الشمالية الغربية متفاوتة السرعة ما بين معتدلة إلى نشطة في بعض الأحيان، تكون بعض السحب في نهار يوم الغد، فرص الغبار مستمره ويانا في يوم الخميس، العظمى متوقعه 41، الصغرى 28 درجه مئويه، هناك نشاط نسبي في الرياح قد يصل سرعه الرياح الى 40 كيلو متر في الساعه. اما بالنسبه لي من يوم الجمعه الى يوم الاثنين استمرار في الرياح الشماليه الغربيه، الاجواء تقريبا مشابهه لبعض، هناك نشاط في يوم الاحد 45 سرعه الرياح 45 كيلو متر في الساعة، متوقع أن يكون هناك إثارة لبعض الأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة. متراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 43 أو 44 إلى 46 درجة مئوية، درجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 26 إلى 23 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، والآن أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.